إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا على بال ما يجي الرجال بالبلف حق النيسان راح نعيد ان شاء الله البواجي. ننظف البوابة بعون الله، فكينا فيش البوابة، وهذا برضه هذا فيش البوابة الثاني جهة اللي هو الحساس، وأيضا فيش حساس الأرماس. طلعنا قربة الهواء، هذا نفك إن شاء الله البوابة. يا ويلي، أتوقع ما عمرها قد تنظفت نهائيا هاي الثلاجة وهذه البوابة. خلي مسرح الشمس هنا، هذه البوابة أتوقع ما عمرها تنظفت. لاحظوا إيش هذا، جريمة. صرفية بنزين بتكون عالية ضعف عزم، وهذا حساس الأرماس أيضا نفس الإشكالية، ما عمره أعتقد تنظف. طبعا لاحظ الأمانة عندي هنا تهريب زيت، وأتوقع من الثلاجة أو من غطاء البلوف ينزل على البواجي، فأنا جالس أنفخ الغبار اللي عندي هنا قبل أفك البواجي. فلاحظ عندي هنا في السرندل هذا فيه زيت، هذا ما فيه، هذا خفيف، وممكن هذا الخفيف من السرندل هذا أيضا حتى هذا، ففيه غبار وماسك ثوب الزيت بالذات هذا. الحين راح أغسل بنزين قبل أفك البواجي وأرشه بليل هواء. نحط الزيت على البواجي أو البواجي، هذا عندي البواجي الجديدة وهذا عندي القديمة. ركبنا البواجي الجديدة، راح ركبنا الكويلات، خلصنا الآن من جهة السواق. هذا الآن الثلاجة بعد التنظيف، بسم الله ما شاء الله. وهذا وجه البوابة، وهذه البوابة بعد التنظيف، بسم الله ما شاء الله. وهذا عندي حساس الهواء أو حساس الأرماس بعد التنظيف. هذا البواجي الجديدة، هذا القديمة جهة الراكب، هذا الجديد الآن، وهذا عندي القديمة جهة السواق، وهذا عندي القديمة جهة الراكب. ركبنا الكابلات والبواجي كلها جهة اليمين، وركبنا برضو حساسة ضغطة البنزين مسطرة لأن فكيناها عشان نوصل للمسمار هذا. الآن بعون الله نشغل. طبعا فورد ممكن غالبا ما يحتاج برمجة للبوابة، لكن لو احتاج سوينا لها برمجة عن طريق الجهاز.